اي بي جيمنج وفيديو جديد. فيديو النهارده يا شباب جايين نلعب في ماب. المتابعين اللي قالوا لي عليها الصراحه انتوا اللي قلتوا لي عليها يا شباب، وانا متحمس جدا للماب دي ومش فاهم ايه. طبعا ايه اللي انا فين يا شباب؟ هو ايه ده بينا؟ ايه ده يا شباب؟ ايه الماب العجيبه دي؟ هو ايه ده؟ استنى ايه ده؟ انا مت ليه؟ ايه ده؟ مش انت قلت يطلع معايا؟ انا طلعت اهو. بني ادمين ومش بني ادم يعني ولا ايه؟ ايه ده؟ وانا لو وقفت هنا اللي هيحصل؟ ايه ده؟ ما متش، شفت اللي هموت؟ ايه ده؟ ما ينفعش نلمس الحاجات البيضة. اه ما عشان كده مت. يا لهوي دي صعبة قوي. وقعت يا شباب. يا حول الله، دي واضح انها تخنقنا جدا. وقعت. يا لهوي يا شباب على الماب. وقعت. وقعنا انا وانت. يا لا يا له، وقعت ومت وكل حاجه حلوه. يا نهار ابيض، حول الله. طب تحاول، نحاول تاني. يلا هو شوف. ايه ده؟ ايه احنا كده متنا ولا دي كده؟ دي محركه تانيه. حلو حلو، يلا بينا يلا بينا. يلا هو كل دول بيطلعوا، كل دول طالعين، كلنا هنموت. ايه ده؟ انت وقعتيني. ايه ده؟ طب ايه ده؟ انا وقعت تاني. انا مش عارف ايه. يا لهوي، انا بعملها ازاي ده يا شباب؟ صعب قوي. يا نهار ابيض يا شباب، مش ممكن والله العظيم، مش مصدق. طبعا يا شباب انا عملت قناه جديده للاغاني، عشان انا بعمل اغاني وبغني وكده. ففي قناه اسمها بلوتو بالعربي، هتلاقوها في الديسكريبشن في الوصف بتاع الفيديو ده. فحابب ان انتوا تدعموني وتوصلوا القناه ل 200 مشترك يا شباب. انتوا تقدروا والله، بس انا مش عارف دلوقتي اعدي الحته دي عشان صعبه جدا صراحه. فهمت؟ يبقى نعمل كده. لا لا مش كده. والله معايا. هو مين الاول؟ يا لهو مش عارف حد خالص. بص اختك الاحتراف يا ولد، اوعى يا اخت احتراف. ما تقوليش حاجه. بص قعدت تقول لي انت الاحتراف، في الاخر خليتني اموت. اهو وقعت وقع اسطول. انا عديتها من على الشمال يا شباب، بس مش عارف. طبعا يا شباب لو عجبتكم ماب النهارده ما تنسوش بقى توصلوها ل 100 لايك عشان نستمر ونلعبها ونعملها جزء تاني. اوعوا بقى اوعوا بقى، مش عارف امشي بقى. نعم محمد، قول لهم حاجه يا محمد. ايوه صح كده، يا رب ما اموت. يا لهوي مت ازاي؟ طيب والله ما ينفع الكلام ده، ما ينفعش خالص خالص الكلام ده يا شباب. يلا بينا. طب انا عايزين نطلع يعني نعمل يعني سكور عالي كده، مش عارفين خالص. يا لهوي ما خدتش بالي من دي. يا لهوي انا ساعة ما دخلت الماب دي افتكرتها باركور يعني يا شباب، لكن بصعوبة. ايه يا نهار ابيض يا شباب، صعب قوي. يا لهوي ده مين؟ ده مين اللي واخد المركز الاول؟ ده اسطورة ده. مين ده؟ مش عارف مين ده. يا لهوي عليا، تعالى اخرنا نطلع دي. بص بص يا حبيبي، تعالى اخرنا نطلع من هنا كده. ايه دي؟ في حاجة تانية. دي مرحلة تانية. مرحلة تانية؟ طب المرحلة دي بتعمل فيها ايه؟ مش فاهم. بوي بوي بوسي؟ مش فاهم. ولا انا فاهم والله. مش عارف المفروض اللي يحصل. خلاص خلاص يا شباب. احنا هنعمل ايه؟ وايه دي؟ ما اعرفش ده ايه، ده لايك ده ولا ايه؟ طيب مش عارف. طب ايه الحاجات اللي فوق دي ازاي بيطلعوا عليها؟ بصي هن فهمت. لا هو وقعت تاني برضه. انا مش عارف انط ليه. انا مش عارف ايه ده، دي بعيدة اوي كده ليه؟ لازم نستنى ما تقرب. فهمت. ازيكم يا ابطال، عاملين ايه؟ وحشوني وحشتوني جدا. يا نهار ابيض كل ده ناس. ايه يا نهار ابيض. وقعت تاني. ماشي ماشي. راوي فرح فرح فرح. والله حرام. والله حرام. هنحاول يا شباب، مش هنيأس مش هني. ايوه. ولا ايش؟ يصدق
اوه يه والله والله مش صدق. يا ماما يا ماما بص يا بنت لسه في حاجات فوق. يا لا ايه ده؟ ده حوار كبير. انا واقف اهو ما عملتش حاجه والله. ايوه هانت هانت اهو. بص انا وقفت على التانية اهي. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني. استنى نقف مع موت. ايه عاش قوي الحمد لله. لا لا في امل في امل. اوه في امل والله. لا والله كنت بس خلاص انا كنت كسبت كده. بحبكم كلكم. اه بصور مع الشباب. انا مندمج مع الماب بصراحه. الماب يعني عايزه تركيز يعني قوي. عايزه تركيز بصراحه قوي جدا. اهو صح كده يا شباب. واهو لا مش صح كده يا شباب. يا نهار ابيض. ده واضح ان كل 5 دقايق او كل تقريبا 7 دقايق بالظبط بيجي مكان جديد. او يعني بيجي ايه؟ بيجي يعني تحديث. تحديث ايه يعني؟ بيجي ايه؟ تحدي جديد يا شباب. لا مش مكان ده تحدي يعتبر جديد اللي هو ايه. اوه يا لهوي يا شباب. دي لعبه ترفع الضغط يعني. الماب دي يا شباب ترفع الضغط. حول الله. اوه يا حول الله. تاني تاني تاني. شوف شوف كم واحد بيحاول. مفيش يأس مفيش خوف. مش هن لازم لا لا خلاص في يأس. حاول مفيش يأس يا شباب. هنستمر طبعا يا شباب. شكرا على 10,000 ايه يا رب نجيب 10,000 مشترك. شكرا على 4,000 مشترك. بحبكم جدا والله العظيم يا شباب. ويا رب نطلع. يا والله كنت هكسب. والله كنت هكسب. يا نهار ابيض. يلا بحاول بحاول يا شباب بحاول. باين انا قاعد ببص وانت بتعدي الحاجات. اوه عاش يا بلال. اوه اه لا والله مش مصدق. عايز اصور. انت فين؟ هلا والله بقى. مرحب بالرقص. مرحب بالرقص. اوعى الرقص الاسطوريه. هلا 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 هلا. اديله ايه ده؟ ايه اللي حصل بقى؟ عايزين نفهم. انت لسه بترقصي؟ ايه ده في ايه؟ يلا اوه الماب دي. ايه ده؟ ايه بقى التحدي ده يا شباب؟ لازم نشوف ايه ده بقى. تعالوا كده نطلع ونشوف. ايه ده يا شباب؟ دي سهله بس انا اللي ايه اللي انا بعمله؟ سهله قوي. يلا يا شباب نطلع كده كده. يلا بسرعه بسرعه. انا قلت تقريبا دي بقى سهله يا شباب. اوه ده تقريبا خليه نحل يا شباب. شجرة اللي خليت نحل. لا لا تقع. ان شاء الله ما اقعش. اوه كسبت يا شباب. اوبا اوبا. هو ده هو ده. طب انا اعمل ايه هنا؟ ايه ده انا كسبت؟ يا لهوي دي اصعب قوي. دي صعبه جدا. ايه ده؟ بدأت من اول. يا لو يا شباب دي الماب دي ترفع الضغط بالمعنى يا شباب. حرفيا يا شباب الماب دي ترفع الضغط. يا لو اكتر ماب في روبلوكس شفتها تخلي واحد يتضايق كده يا شباب. ايه ده بس هنا لا والله. شفت يا شباب الناس بتقع. يا شباب الناس بتقع من فوق. يا نهار ابيض. يا لو يا شباب يلا نحاول تاني 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 تاني. يا حول الله يا بلال ركز. لا لا لازم شباب نركز ما نتكلمش كتير. لازم نركز ما نتكلمش كتير مع انها سهله جدا على فكره. الصعبه يا جماعه كده بس عشان عايزين نكسب. اوه اوبا ايوه هو ده الكلام. اوه بلال ركز بلال ركز ركز ركز. الحمد لله. بس انا وقفت فين؟ مبدأ شباب من المبات اللي يعني ايوه هنا بقى صعبه يعني. ايه ده 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 ده. اوه ده في نطتين اهو. عاش قوي. ماشي وبعدين اروح فين بقى يا شباب؟ ايوه اسطوري. يا لو على المكان ده. تركيز يا شباب. مش عايز اتكلم مش عايز اتكلم عشان عايز اكسب. 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 يا لهوي عايز اخسر.
اوه هاي يلا وشفت رحت فين؟ شفت رحت فين؟ اوه ما عرفش فين بقى مش عارف اروح فين. يا لهو انا ايه ده؟ يا لهوي ده انا متنا. ايوه من اول خالص. لا 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 ما صعب صعب. احلى بليل احلى حبيبي احلى حودة. اسمك محمد ولا محمود مش عارف والله حبيبي. لا شباب الماب دي يعني تنفذ يا شباب. انتوا اللي قلت لي يا شباب على الماب دي في الكومنتات. ولو عايزيني العب احلى عمر. عامل ايه يا عمر؟ ازيكم عاملين ايه؟ طبعا يا شباب الماب دي انتوا اللي قلت لي في الكومنتات وانا قلت لازم اجربها. وبرضك لو عايزني اجرب اي ماب قولها تحت في الكومنتات ونجربها. يلا بينا. اهلا انا بتابعك بحبك قوي وانا اكتر بحبكم كلكم والله وكل سنه وانتم طيبين. بس كده فيديو النهارده خلص. اتمنى يكون عجبكم فيديو النهارده. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان يظهر لكم كل الفيديوهات الجيمنج الجايه الجديده. وبس كده يا شباب كل سنه وانتم طيبين. اي بي جيمنج ابطال الجيمنج وسلام.